هذه المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد لليلة. جماعة الإخوان المسلمين تعتبر وفاة مرسي جريمة مكتملة الأركان وتطالب بتحقيق دولي. مرسي توفي بعدما سقط مغشيا عليه في قفص الاتهام في المحكمة. الإخوان اعتبروا مرسي الرئيس الشرعي للبلاد، فماذا بعد وفاته وما هي انعكاساتها في مصر؟ مرحبا بكم. جاء خبر إعلان وفاة الرئيس المصري الأسبق مفاجئا، ولأنه لم يكن متوقعا كان السؤال الأبرز: ما هو سبب أو أسباب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي؟ أغلب الأجوبة قدمها بيان النائب العام، وفيه أنه تحدث أثناء المحاكمة لخمس دقائق قبل أن يقع مغشيا عليه، فنقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة ليتم بعدها التحفظ على كاميرات المحكمة والسجل الطبي بانتظار تقرير الطب الشرعي. غير أن جماعة الإخوان المسلمين تحدثت عن رواية ثانية للوفاة واعتبرتها جريمة قتل مكتملة الأركان وطالبت بتحقيق دولي. في مسائية الليلة نسأل: ماذا بعد وفاة مرسي وما هي التبعات وكيف سيتفاعل هذا الحادث على مستوى تنظيم الإخوان المسلمين وفي المشهد المصري عموما؟ إذن أعلن النائب العام المصري أن الرئيس الأسبق محمد مرسي توفي بعد أن سقط مغشيا عليه في قفص الاتهام في المحكمة، وأنه أعلن خبر الوفاة في المستشفى وجرى التحفظ على كاميرات المحكمة. وفي أول ردود الفعل أعرب أمير قطر تميم بن حمد الثاني عن بالغ الأسى إثر وفاة الرئيس المصري الأسبق. أمير قطر وفي تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقدم إلى عائلة مرسي وشعب مصر الذي وصفه بالشقيق بخالص العزاء. من جهتها حملت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش سارة ويتسون حملت الحكومة المصرية مسؤولية وفاة مرسي، متهمة إياها بفشل توفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية. حركة حماس بدورها نعت مرسي مؤكدة أن غزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، فيما اعتبر الرئيس التونسي السابق محمد منصف المرزوقي وفاة مرسي شهادة إلى الأبد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة والنبل ومن الإنسانية من قبل خصومه. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عز الشعب المصري بوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي ووصفه بالشهيد. أولا أطلب من الله أن يرحم شقيقنا الشهيد مرسي. الظالم السيسي وصل إلى السلطة في مصر عبر الانقلاب ومن خلال تجاهل الديمقراطية وتحييد المرحوم مرسي الذي كان رئيسا لمصر بطريقة ديمقراطية بعد حصوله على 52% من الأصوات. للنقاش معنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل، كذلك انضم إلينا من لندن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين السيد محمد سودان، سينضم إلينا السيد محمد سودان، لكن ينضم إلينا من لندن القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين السيد كمال الهلباوي. مرحبا بمن انضم وسينضم. وسأبدأ معك السيد الهلباوي، منذ إعلان خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وملابسات ما تم إعلانه حتى الآن، كيف يعني تابعت ما جرى وما أبرز ما سجلته؟ سيد الهلباوي يبدو غير جاهز، أحيل السؤال مباشرة إليك دكتور نبيل ميخائيل. دكتور ميخائيل. أيوة، أولا نقدم التعازي في وفاة الدكتور محمد مرسي لأسرته ومعارفه وأهلي وزويه، وندعو له بالرحمة. حتى لو اختلفنا سياسيا معاه، الموت علينا حق، ويجب في لحظات الموت طبعا أن احنا نقدر المشاعر الإنسانية. ما هي ردود الفعل؟ أنا هنا من واشنطن، وآسف في الحقيقة ما كنت سمعت السؤال. أنا أعيد عليك السؤال دكتور نبيل ميخائيل، قراءتك بداية منذ إعلان الوفاة ملابسات ما تم إعلانه حتى الآن، ما الذي دونته حول كل ما عرض حتى الآن وما جاء في بيان النيابة العامة حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي؟
ما دونته طبعا هو الامر المفاجئ. انا في الحقيقه كنت بفكر في الموضوع ده، ويعني قبل وفاته كنت بفكر في تعدد المحاكمات للافراد المتهمين. ما دونته هو موقف امريكا، ايه اللي هتعمله اداره ترامب في شان هذا الخبر. انا في رايي ان ترامب هيحاول انه يتحدث مع عبد الفتاح السيسي ويقول له يجب اغلاق ملفين في السياسه المصريه حاليا، ملف المعتقلين، ثانيا ملف المحاكمات. في اشخاص حكموا لاكثر من مره ووجهت لديهم اتهامات، فاعتقد ان ترامب او حتى بومبيو كوزير خارجيه هيحملوا هذا الامر الى الاداره المصريه. فهتبقى فتره هامه في العلاقات الامريكيه المصريه. طبعا هيكون في تفاصيل كتيره وسادون اي تطور يحصل. حتى طالب سابق عندي بيشتغل في صحيفة بوليتيكو بعت لي الخبر كما أذيع في نيويورك تايمز منذ لحظات معدودة، فطبعا هيبقى في اهتمام إعلامي أمريكي بشأنه. فيما يتعلق بالموقف الداخلي المصري، هتبقى أزمة، لأن جماعة الإخوان المسلمين هتحاول إعادة تنظيم نفسها. وفي الحقيقة النظام السياسي المصري لديه خبرة في التعامل مع الجنازات من أيام جنازة النحاس باشا في 1965 لوفاة الشيخ عمر عبد الرحمن ودفنه في إحدى قرى محافظة الدقهلية. هم بيسمحوا بإقامة الجنازة وبعدين بيبقى في ترتيبات أمنية بتقيمها. لكن السؤال هو كيف ستحاول جماعة الإخوان المسلمين إحياء نشاطها مستغلة وفاة الدكتور محمد مرسي؟ هذه نقطة جوهرية وفي غاية الأهمية، وهو جوهر ما نناقشه. لو سمحت دكتور ميخائيل، أشير إلى أن الصوت يصل متأخرا بينما أبدأ أنا الحديث ويصل إليك، لأنه نريد أن نرصد تبعات ذلك انطلاقا من النقطة التي تفضلت بها وسأعود إليك، ولكن حتى أيضا نسمع الموقف وفي هذه النقطة تحديدا حول جماعة الإخوان المسلمين. معنا السيد محمد سودان من لندن، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. مرحبا بكم سيد سودان، ونجدد ترحيب السيد كمال الهلباوي الذي انضم إلينا أيضا من لندن. سيد سودان، في موقف واضح من جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر أن ما جرى مع محمد مرسي الرئيس المصري السابق جريمة مكتملة الأركان، كيف بني الموقف هذا؟ هيا بسم الله الرحمن الرحيم. هو بما لا شك فيه موت رئيس مرسي عصر اليوم وقتل مع سبب مسار التواصل، أن يكون الرئيس الرسمي للبلاد محبوس حبس انفرادي لمدة 6 سنوات، ممنوع من الكلام، حتى إذا وصل إلى المحكمة يوضع في قفص زجاجي لا يسمح له بالكلام ولا التواصل مع الناس. 4 زيارات فقط لأهله، هذا ضد قانون السجون المصرية أصلا. المفروض أن له زيارة أسبوعية، مش أربع زيارات في 6 سنوات. أصلا منع من الأدوية، منع من يعرض على طبيب، يعني منع من التواصل مع محامي إلا نادرا. إذا هو هذا قتل بطيء، ولكن ما رأيناه اليوم أنا في ظني أن هو تعمد أن يحدث ما حدث أمام شاشات التلفاز والكاميرات في المحكمة، ثم أخذ إلى المشفى، وبعد ذلك تم التخلص من اسمه حتى تدفن الشرعية إلى الأبد كما يظن عبد الفتاح السيسي وزبانيته أجمعين. سيد سودان، أنت تقول بأنه تم إهمال يعني حالته الصحية عمدا وصولا إلى أن يموت، وفي نفس الوقت تقول بأنه تم تعمد أيضا، إذا فهمتك بشكل صحيح، أن يكون الأمر أمام شاشات يعني الكاميرات في أثناء محاكمته. كيف يستوي ذلك عفوا؟ يعني إذا بما لا شك فيه هو في تعمد، ليس فقط مع دكتور مرسي لكن مع كل مناهضي الانقلاب في مصر منذ 2013 حتى الآن. بما لا شك فيه من الزيارات القليلة كانت لعائلة الرئيس مرسي، قالوا أنه يعني يمنع من أدويته ويمنع من أن يرى الدكتور أو الطبيب. هذا أمر مفروغ منه، ليس فقط مع الدكتور مرسي بل مع كل مساجين عبد الفتاح السيسي ومعارضي عبد الفتاح السيسي في مصر، خاصة طبعا الإخوان المسلمين بصفة خاصة. ما حدث اليوم اعتقد انه يعني عرض على طبيب او شاف طبيب او طلب طبيب قبل خروجه الى
المحكمة، وكان ربما يكون عنده كومة سكر أو شيء غيبوبة السكر، فبالتالي كان من متوقع أنه يحدث ذلك، لكن استغل هذا الأمر وتم التخلص منه أو منع من الأدوية حتى ينقذ في شكل من الأشكال، لكن تعمدوا أن يكون يحدث هذا المنظر أمام كاميرات التلفزيون حتى يرى العالم أنه يعني لم يقتل داخل محبسه، ولكن يعني هو أغمى عليه في قاعات المحكمة ثم أخذ إلى المشفى واستشهد هناك. هذا ما يعني خطة له، لكن بما لا شك فيه أن عبد الفتاح السيسي وزبانيته يعني دائما ما يعني يتمنون التخلص من رأس الشرعية الدكتور محمد مرسي رحمه الله، نحسبه شهيد إن شاء الله رب العالمين. طيب. هذا هو عقبة أمام عبد الفتاح السيسي في مسألة إثبات شرعيته مهما. طيب سيد سودان، تبقى معنا رجاء، سأعود إليك لبعض النقاط التي تفضلت بطرحها. أنتقل إليك سيد هلباوي، ما رأيك بما طرحه سيد سودان، وأنت كيف تلقيت يعني خبر وفاة الرئيس المصري محمد مرسي بالملابسات التي عرضت حتى الآن حول وفاته؟ أنا أعتقد أن الشعب المصري في معظمه سواء وافق الدكتور مرسي أيام حكمه أو اختلف معه إلا أنه يعتبره رجل ثوري، والعالم في مصر الآن حزين ويعزي الأسرة تعزية خاصة. وأنا أرصد عدة ملاحظات. تفضل. الملاحظة الأولى أن الرئيس مرسي لم يحاكم بالعدل مثلما حكم غيره من الشخصيات، وهنا مشكلة القضاء، وأنا كتبت عن هذا وقلت القضاء في مصر قضائين، والتلفزيونات إدارة تكتب كمال يقول مصر، وأنا في مصر منذ 4 سنوات عندما صدرت محاكمة المنيا وصدر أمر بإحكام بإعدام 600 واحد أو 500 واحد. فالمشكلة أدي مشكلة في القضاء، ويجب القضاء أن يتخلص من هذا الجرم المخالف للدستور. المشكلة الثانية هي مشكلة الداخلية، وقد رصدنا مرارا وتكرارا انتهاكات، وأنا عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل أن أستقيل، والمجلس كهيئة استشارية رصد انتهاكات كثيرة وطالب بحقوق تتفق مع الدستور، والداخلية ولا إدارة السجون لم تستجب لهذا، لا المرسي ولا الأستاذ عاكف قبله ولا غيره. وهناك الآن محمود الخضيري صديقنا العزيز المستشار المحترم فوق 80 سنة ويعاني نفس الشيء، وقد يأتي يوم للأسف الشديد نقف نفس الموقف هذا. الأمر الثالث هي الإدارة المسؤولة عن إدارة البلد. أنا يعني وقفت مع ثورة 25 يناير ووقفت مع 30 يونيو، ولكنني الآن أقف ضد الإساءات للدستور وللشعب المصري والإدارة. لم يتحقق أمل من أمال الشعب المصري ولا الأهداف والمبادئ التي نادى بها في 30 يونيو ولا في 25 يناير ولا كافع من أجلها في الدستور، إنما الآن عادت الأسوأ في مصر، الأسوأ في مصر عن أيام مبارك نفسه. فليس هناك عدالة في القضاء ولا أحكام متسقة ولا مراعاة للدستور، لا الجديد ولا القديم ولا حتى التعديلات الموجودة. ومرارا كتبت عن المادة 54 المتعلقة بباب الحريات ومخالفتها، هذا أمر مشين جدا في دولة في القرن 21. أنا لست ضد السيسي ولم أكن ضد مرسي شخصيا، إنما أنا ضد الاستبداد وضد الديكتاتورية وضد الاستمرار في التخلف وضد أن الأمة كلها تبقى في نزاع وصراع وجدال كما هو. تعتقد سيد الهلباوي ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسي تعبر عن ذلك؟ هذا ما تريد أن تقوله؟ بالتأكيد وفاة الدكتور مرسي الله يرحمه اليوم
ووفاة الأستاذ محمد مهدي عاكف من قبل، وغيرهم ممن ماتوا إما في السجون نتيجة الإهمال الطبي ومنع الأدوية عنهم أو التعمد أو الكسل أو عدم عرضهم على الأطباء أو نقلهم إلى مستشفيات محترمة، فحقهم كما يعامل حسني مبارك الآن. حسني التوم بالفساد، والشعب المصري نزل ضده في 25 يناير وحكم محاكمات كنا نراه كيف يخرج في الصورة، ولم يكن في سجن حقيقي وفي المستشفيات العسكرية. حاكم الناس، ولكن حاكم الناس بالعدل وبالقصاص ووفق الدساتير. ليس هناك قواعد الآن. اترك انه انصار مرسي او اللي ضد او انصار السيسي، نحن نريد دستور نتحاكم اليه، يقبل الشعب المصري ويسير في ظله الرئيس والمرؤوس في السجن وخارج السجن. هذا ليس موجودا، وانا شهدت بهذا في نفسي في المجلس القومي لحقوق الانسان قبل ان استقيل منه. يعني بالانتقال إليك سيد سودان، أود بداية يعني في نقطة أود استيضاحها منك الآن. النقطة الأساسية هي بماذا يختلف الأمر عن ما ذكره سيد كمال هلباوي عن محمد مهدي عاكف عن الحالة اليوم بالنسبة للرئيس الأسبق محمد مرسي؟ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، إذا أرادت السلطات المصرية أن تتخلص من كان قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وتحديدا الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان في أحكام للإعدام عادت عنها، ما الذي يدفعها لأن تعود عن حكم إعدام إذا كانت تريد أن تتخلص منه؟ لا، الحقيقة يعني موقف الدكتور مرسي يختلف تماما عن أي شخصية أخرى. كلهم يعني إن شاء الله نحسبهم شهداء، إذا كان يعني طارق الغندور ولا فريد درويش أو غيره يعني. لكن الأمر بالنسبة للدكتور مرسي فهو عقبة أمام عبد الفتاح السيسي، لأنه يمثل الشرعية. مسألة إعدامه أعتقد أنه كان هناك معارضة، يمكن معارضة خارجية معارضة داخلية من مسألة إعدام الدكتور مرسي. المحاكم أصلا ما زالت مستمرة تنتقد فقد حكم الإعدام، فبالتالي الأمر مختلف بالنسبة للدكتور مرسي. أما الباقي طبعا ما لا شك فيه، إذا كان دكتور بديع أو باقي يعني زعمات الإخوة المسلمين المتواجدة في السجون الآن، أعتقد انهم ليسوا بمثل عقبه الدكتور مرسي امام عبد الفتاح السيسي. لكن اعتقد ان هذه الوسيله وهي موت او القتل بالبطيء هي انجع وسيله بالنسبه لعبد الفتاح السيسي، تخلص مما يسمى الشرعيه، تخلص من العقبه الكبيره امامه بشكل يعني مقنع امام كاميرات العالم كلها بانه رجل مريض ومات موت طبيعي امام العالم كله. مؤامرة شتيتة يعني الحقيقة، أعتقد أنه لن يعقل ولن يقتنع بها العقل. ونحن نطالب الحقيقة بلجنة طبية دولية يعني تكشف على دكتور مرسي رحمه الله وتبين لنا أسباب الحقيقية لوفاته، وهل هو فعلا يعني مات يعني زي ما قيل بهبوط مفاجئ في الدوره الدمويه او غيره، او مات بتعمد بنقص العلاج، منعه من الادويه، منع ان يرى طبيبا. يعني اعتقد هذه جريمه في النهايه، جريمه في حق المأمور القسم، وجريمه في حق المجلس العسكري، وجريمه. تطالبون ممن سيد السودان؟ يعني لمن ترفعون الطلب بان يكون هناك لجنه تحقيق محايده او دوليه او لا ادري الصيغه التي يمكن الاتفاق عليها؟ نطالب منظمات حقوق الانسان الدوليه التي تهتم بهكذا امور. طيب سيد سودان تبقى معنا، انتقل اليك دكتور نبيل ميخائيل، ما رايك بهذه النقطه؟ والان الى اي حد في يعني وفاه الرئيس محمد مرسي الملابسات وهذه الدعوات التي نسمعها بالتحقيق والتشكيك بالروايه الرسميه قد تفتح بابا للمواجهه مجددا بين جماعه الاخوان المسلمين والدوله المصريه، يكون لها تداعيات على الارض في الشارع المصري وتدعم من الخارج؟
يعني ممكن، بس السيناريو مش هيكون بهذه الطريقة، إن هيكون في كده يعني إحياء مفاجئ، يعني عقار كده يعطى لجسم الإخوان المسلمين وانشط فجأة، لأن هم طبعا عانوا الكثير، وإلى حد كبير الجماعة ضعفت بسبب الحملة الأمنية والإعلامية ضدهم. لكن أنا أتخيل إن هتبقى في رسائل توجه للحكومة المصرية من أوروبا، طبعا هيكون في تأييد من الجماعات الإسلامية زي من تركيا ومن غيرها من الدول. لكن أهم حاجة هو موقف أمريكا. أنا أعتقد أن أمريكا هتجري حوار هادي وسري مع مصر. المنطقة فيها مشاكل كثيرة، لدينا احتمال مواجهة عسكرية مع إيران، السودان والجزائر على يعني كف عفريت، على شفا حفرة، عندنا مشاكل في العراق وسوريا. فخلصوا موضوع المعارضة دي، حاولوا تعرفوا ما هي المعارضة، هل المعارضة عدة أفراد جماعات، هل من حقهم الحديث أو سيكونوا رهن الاعتقال. فهيكون في طبعا نوع من الإدانة لمصر مثلا، خصوصا من بعض منظمات حقوق الإنسان أو حتى من الجماعات أو المنظمات الأوروبية، لأن الأوروبيين هيختلفوا مع أمريكا إلى حد ما. بس ما يهمني أيضا هو المعارضة الداخلية في مصر. يعني مثلا الدكتور محمد مرسي حصل على أصوات العديد من أصحاب التيار الناصري، من أصحاب التيار اليساري، من أصحاب التيار القومي العربي. فعلى تلك التيارات أيضا أن تحدد موقفها من جماعة الإخوان المسلمين، من أسلوب المعارضة ومن الحكومة. يعني ده بالعكس، ده هتبقى نجدة للحكومة المصرية لو تلك الجماعات فعلا عرفت موقفها. هل هم حاليا محايدين؟ هل هم بيأيدوا نظام عبد الفتاح السيسي، ولا هم ما زالوا يعني بيصروا على ضرورة التغيير إلى حد كبير بعد الإطاحة بمبارك؟ لأن هم في سنة 2012 هم اللي صوتوا لمحمد مرسي. فالحكومة بتراقب المشهد، مش هتتخذ أي مبادرة حاليا تجاه جماعة الإخوان المسلمين. هتحاول تراقب زي مثلا حملات مثلا تشيد بي، او بعض المساجد بتحيي ذكراه، او تشييع الجنازه نفسها. عشان كده انا مش خايف قوي من موضوع تشييع الجنازه، لان الحكومه المصريه بتسمح باقامه جنازات للمعارضه وفي اكثر من سابقه بما فيها دكتور ميخائيل جنازه الرئيس الصادق محمد مرسي بالملابسات التي يعني توفي فيها والسنوات التي قضاها في سجن. سيكون الامر في ذات الاطار تعتقد؟ هم هيسمحوا باقامه الجنازه سواء في مصر أو في محافظة الشرقية، لأن هو من أعتقد جنب الزقازيق. لكن هيراقبوا المشهد، لكن لأن المشهد ده تم في جنازة النحاس وفي جنازة عمر عبد الرحمن وفي جنازات كتيرة. لكن الحكومة مش هتطرح مبادرة. أكيد طبعا قيادات الداخلية بتتكلم مع جماعات الإخوان المسلمين إيه اللي عايزين تعملوا، هتطلعوا منشورات، هتوزعوا نوع مثلا من الـ بامفلتس أو ليترتشر خاص بي أثناء تشييع الجنازة. دي كلها أمور الحكومة بتدرسها مع الإخوان سرا عن طريق أجهزة أمنية، والأمور بتبقى في غاية الحساسية. لكن القضية هي على المدار الطويل، إزاي الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين هيحاولوا تنظيم نفسهم من أجل يعني أنهم يستغلوا وفاة محمد مرسي لتمديد نشاطهم، وأيضا رؤية التيارات الأخرى زي القوميين العرب وغيرهم في هذه الوفاة. وليس أخيرا التيار السلفي. الحكومة في مصر عايزة تعرف ما هو رد فعل التيار السلفي على وفاة محمد مرسي، وإذا كان هذا الأمر هيؤدي أن هم يجددوا نشاطهم أو يحاولوا أن هم يزودوا من نفوذهم، أو هيكتفوا بالنعي والإشادة بالفقيد وبعض الكلمات. فالقضية هي حوار أمني
بيجرى ما بين الحكومه المصريه وعدد من التيارات الاسلاميه وغيرها من التيارات السياسيه. هذه نقطه مهمه وأكيد جدا طبعا يعني الفضائيات حتذيعه. هذه نقطه مهمه، اسمح لي ايضا ان اوسعها، استفيد مما تفضلت بطرحه، مع الاشاره ايضا الى انه وسم محمد مرسي، وفاه محمد مرسي او محمد مرسي مات، يتصدر يعني قائمه التداول العالمي كترند الان في الساعات الاخيره. سيد كمال هلباوي ما طرحه دكتور ميخائيل مهم، ولكن قبل ذلك اريد، وانت كنت يعني قيادي سابق في جماعه الاخوان المسلمين، كيف تقيم موقف الاخوان المسلمين ان كان على مستوى اعتبار يعني ما جرى مع محمد مرسي وفاته جريمه مكتمله الاركان، وردود الفعل التي جاءت ايضا من قيادات في جماعه الاخوان المسلمين خارج مصر بالتوازي وليست مصريه ايضا؟ يعني الدكتور ميخائيل اتكلم كلام دقيق، ولكنني فقط أريد أن أقول أن المشكلة الآن في مصر بعد وفاة الدكتور مرسي رحمة الله عليه أو قبلها لم تعد صراعا بين الإخوان المسلمين والنظام فحسب، ومن الخطأ أن نشخص مشكلة مصر كلها في الصراع بين الإخوان وبين النظام، ويا ترى الواحد يقف فين. إنما أنا بتكلم عن استبداد، بتكلم عن فساد في القضاء بشكل خاص، بتكلم عن مخالفات للدستور. أما الإخوان المسلمين فمن حقهم أنهم يدافعوا عن نفسهم ويتهموا من يتهموه، ولديهم البراهين والأدلة والاكتشافات واللجان تسعى في هذا المسعى. إنما أنا أتكلم عن أن وفاة الدكتور مرسي ربنا يرحمه رحمة واسعة كانت إنذار جديد للحكومة وللشعب المصري وللعالم كله، إنذار لترامب في أمريكا أنه يدعم هذا الاستبداد، إنذار للكونغرس الأمريكي أنه يدعم هذا الاستبداد، إنذار للشعب المصري أنه الدور جاي عليكم، إنذار لمن يهتمون بالدساتير والقضاء أن ما فيش عدالة بعد كده، انذار للسودان انه في مشاوراته الان ينهي مشكلته مع القوات المسلحه ولا يسمح باستبداد. يعني ده انذار كبير جدا وفاه الدكتور مرسي بهذا الشكل. نعم. والانتهاكات وما الى ذلك الاخوان يرفعوها في قضايا لهم الحق في هذا، انما نتكلم كواحد من افراد الشعب المصري اللي ترك الإخوان إنما لم يترك القيم التي يطالب بها من العدالة والكرامة والحرية والاحترام والخروج من التخلف والخروج من الإرهاب والخروج من الاستبداد. أنا أتكلم كواحد من الشعب المصري بهذا الإطار. الشعب المصري سيعاني أكثر وأكثر في الأيام القادمة، خاصة بعد التعديلات الدستورية التي أجازت للسيسي وهو على قيد الحياة وفي أثناء خدمته كرئيس للدولة أنه يستمر في الحكم لغاية سنة 2030. هذه مشكلة كبيرة جدا، لا احترام للدساتير، لا احترام للحريات، لا هناك حد يتنفس. أنا لا أتكلم عن الإخوان المسلمين فقط، لأن هناك معارضة علمانية ومعارضة قومية ومعارضة ليبرالية ومعارضة شيوعية موجودة. هؤلاء هم الشعب المصري، فعلينا أن نخرج من فهم المشكلة وتأطيرها على أنها صراع فقط بين الإخوان وبين المسلمين. لكن أنا سيد هلباوي أنا كنت أحاول حتى من قراءتك ولو طلبت منك لطفا بشكل سريع أن تقيم لي موقف الإخوان المسلمين انطلاقا من الخلفية التي يتم يعني بناء الموقف منها بأن هذه جريمة مكتملة الأركان، ليس بالسياق الذي تطرحه أنت بأن المشكلة على مستوى الدولة في مصر كان على مستوى القضاء والحرية والعمل السياسي. لا ترى الموقف، ترى موقف الإخوان بهذا الاتجاه أيضا بني بنفس الطريقة التي تفضل بطرحها؟ لا، الإخوان لا زالوا يعيشون قضيتهم ومن حقهم كحزب سياسي أو كدعوة أو ما إلى ذلك يفعلوا ما يفعلون في صراعهم. إنما أنا بتكلم باسم واحد من الشعب. نعم. المصري يعرف التيار الإسلامي والتيارات. صحيح. الأخرى، وقول إن المشكلة ليست فقط بين الإخوان وبين السيسي أو النظام، إنما الإخوان قوة كبيرة
في مصر وخارج مصر أو كانت، إنما الآن المشكلة مشكلة الشعب المصري بل الأمة العربية نعم. والإسلامية جميعا نتيجة هذا الاستبداد. طيب، وأشير إلى أنه نحن يعني نناقش في المسائية مع 3 ضيوف مصريين، وهذا أيضا يعني اعتمدناه أساسا في النقاش من قراءة يعني المشهد في مصر وأوسع من ذلك. تبقى معنا سيد الهلباوي وأيضا دكتور نبيل ميخائيل ومحمد سيد محمد سودان ومشاهدينا، نحن متواصلون في نقاش هذه المسائية، ولكن سأتوقف مع فاصل قصير. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي كان قد راهن على نسج علاقات إقليمية ودولية حاولت جمع المتناقضات من طهران إلى الرياض وأنقرة، تناقضات أطاحت رئاسته مع تصاعد حدة الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة. رضا الباشا. وبقي في السجن 6 سنين الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي قبل أن يعلن التلفزيون الرسمي خبر وفاته. مثل صعود الرجل إلى سدة الحكم في القاهرة في 30 من حزيران يونيو 2012 بريقة أمل لحركة الإخوان المسلمين في مصر خاصة وفي العالمين العربي والإسلامي عامة. رئاسة مرسي بشرت الإخوان بحكم مصر، ومعها بدأت بالعمل على هندسة الدبلوماسية المصرية وفقا لواقع الصراع الإقليمي والدولي. اختار الرجل السعودية ليخصها بأول زيارة كرئيس بعد 2 أسبوع من انتخابه، ليعيد إلى الذاكرة علاقة مؤسس الإخوان حسن البنا ومؤسس المملكة السعودية عبد العزيز آل سعود. في المقلب الآخر أعلن صراحة عداءه للنظام الحاكم في سوريا. خارج السياق العربي، مثلت زيارة مرسي لطهران في آب أغسطس عام 2012 كرئيس لقمة عدم الانحياز أولا انعطاف شديد في السياسة الخارجية المصرية. بشرت الزيارة ببوادر عودة العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، ما رسم ملامح سياسته الخارجية، انفتاح على دول الإقليم. تبلورت سياسة مرسي بوضوح في مبادرته تجاه سوريا، فدعا إلى رحيل الأسد بالتزامن مع تعاون مصري إيراني تركي وسعودي لحل الأزمة في دمشق. تزامن ذلك مع انفتاح واضح على حركة حماس كممثل للمقاومة الفلسطينية، وبالتزامن مع تبلور ملامح الخلاف بين الإخوان ممثلين بتركيا ومصر مرسي والسعودية ومعها الإمارات، نزل الشارع المصري محاسبا الرجل لفشله في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن. وبين حكم الإخوان والشارع الغاضب تدخل الجيش في 2 يوليو 2013 وبعد عام على رئاسة محمد مرسي ليعلن اعتقال الرئيس وإنهاء حكم الإخوان المسلمين لمصر. نعود لضيوفنا بعد تجديد الترحيب بهم، وأعود إليك سيد محمد سودان. قبل الحديث عن بعض التفاصيل بإدارة الملفات الخارجية السياسة الخارجية لمصر للرئيس محمد مرسي في سنة ولايته، في نقطة أثارها الدكتور نبيل ميخائيل مهتم أن أسمع يعني رأيكم فيها، موضوع كيف سيتم محاولة إعادة تنظيم صفوف جماعة الإخوان المسلمين انطلاقا مما جرى وفاة الرئيس محمد مرسي، وتنسيق مع المعارضة المصرية التي عدد العديد من التيارات منها. يعني الحقيقة أنا أعترض تماما عن مسألة إعادة تنسيق جماعة الإخوان لم تمت. صحيح أن لدينا يعني حوالي 60,000 معتقل من جماعة الإخوان المسلمين في سجون عبد الفتاح السيسي، لكن 60,000 الإخوان المسلمين سيد سودان عفوا نعم 60,000 قلت أكثر من 60,000 نعم. كيف يمكن تبيان هذه الأرقام عفوا؟ لأن لدينا حصر، لدينا عائلات تفقد زويهم وتفقد أبنائهم وتراعى هذه العائلات، أمر بسيط جدا يعني. إذا كانت الحكومة المصرية تكذب، لكن إحنا لدينا بيانات مؤكدة ومحصورة. لكن خلينا نعدي هذه النقطة. تفضل. يعني مسألة إن يعاد تنظيم جماعة الخمسين، الخمسين لم تمت. عبد الناصر حاول أن يقتلها في الستينات وفي الخمسينات ولم يحدث. كذلك حسني مبارك لم يحدث، وكذلك سيتي ولن يحدث. بقيت الجماعه ومات جميع، مات سادات ومات عبد الناصر ومات غيرهم، ولكن بقيت الجماعه بل وانتشرت وكثرت على
مدى أكثر من 84 85 دولة في العالم الآن. مسألة إعادة تنظيم الجماعة، الجماعة تعمل ولكن ليس بالشكل الذي كانت تعمل به بين انتفاضة 25 يناير في 2011، بعدما كان هناك في جزء من الحرية في من أول 25 يناير لغاية 3 يوليو 2013 كان هناك في قسم من الحرية، فظهرت الجماعة وكانت تعمل في العلن. ورغم ذلك يعني كانت المؤامرات خارجة من المخابرات العسكرية لهدم مقرات جماعة الإخوان المسلمين وهدم مقرات الحرية والعدالة، وهذه كلها كانت خطة موضوعة، فبالتالي لم تمت ولن تمت إن شاء الله. كيف ستتحركون بعد ذلك إذن؟ أنا أريد بعد إذن حضرتك أشير إلى مسألة الجنازة، لأنه أشك في ما قال الدكتور مخائيل، لن يكون هناك جنازة، لن يسمح نظام عبد الفتاح السيسي بعمل جنازة للدكتور مرسي، لأنه يخشى من هذه الجنازة، كما بالضبط كما تم دفن الإمام البنا رحمة الله عليه بزوجته وبناته ومكرم عبيد فقط من الرجال هو الذي تبع جنازته، كذلك العديد من قيادات الإخوان المسلمين. دائما دائما ما يحدث أن يكون هناك حجر على الجنازات ويكون هناك قيود على الجنازات، لا، أنا أشكك تماما تماما أن عبد الفتاح السيسي سيسمح بجنازة للدكتور مرسي، وإلا سيكون في هذه الجنازة ملايين من البشر، وأعتقد أن نظام عبد الفتاح السيسي لن يسمح بذلك، وسيدفن بقوات مسلحة وسيدفن بقوات الشرطة، ولن يسمح بأحد، ربما يسمح بأهله أو بناته أو زوجته ربما، لكن غير ذلك أنا أشك تماما في أن يحدث ذلك في مصر. إطار تحرك سيد سودان كيف سيكون بالنسبة إليكم؟ التحرك الآن، مصر كلها تعيش تحت قهر، مصر الآن سجن كبير تحت وطأة المجلس العسكري وتحت وطأة الشرطة، على أظن أبدا في القهر والمحاكمات الهزلية التي تحدث أن يكون هناك حراك، إلا إذا سمح فعلا بجنازة. أنا أعتقد أن إذا سمح بجنازة حيكون فيه حراك يعني قوي جدا جدا، وعلى ذلك أشكك أن يكون هناك جنازة. دكتور ميخائيل، ما رأيك بذلك؟ لأنك أنت طرحت هذه النقطة، وأيضا يعني موضوع بأنه الأمر قد يشكل جرس انذار بالنسبة للدولة المصرية للحكم في مصر انطلاقا من مواقف قد تخرج دولية. لحد الآن يعني ما خرج من مواقف تبدو إلى الآن متوقعة، لم تخرج عن السياق الذي كان يمكن رصده في يعني ما بعد وفاة الرئيس المصري محمد مرسي، انطلاقا حتى في رصدنا لكيف أدار ملفات السياسة الخارجية في سنة ولايته الوحيدة. دي مجموعة أسئلة، هبدأ بقضية ردود الأفعال. زي ما قلت لحضرتك، أنا هنا عايش في أمريكا، فأهم حاجة هو رأي إدارة ترامب. ترامب هيتحدث مع القيادة المصرية، ما هو الوضع الداخلي في مصر، ما هو مستقبل الإخوان، ما هو مستقبل علاقاتكم مع التيارات الإسلامية وتيار جماعة الإخوان المسلمين على وجه التحديد. مش هيبقى فيه أجوبة سريعة، لأن ده يعني موضوع نقاش لأنشطة سياسية معقدة. فأجهزة الإعلام هتطرحها، أنا مصدر معلوماتي جريدة الأهرام، فهشوف إزاي الأهرام هيطرح القضية دي، هل هيكون هناك نوع من التصالح، تجديد المواجهة، زي ما التعبير في اللغة الإنجليزية بيقول rehabilitation، يعني بعض رد الاعتبار مع التأكيد على أخطاء وقعت أثناء حكم الإخوان. هنشوف المشهد وهنستشف منه التيارات السياسية، بس أنا متأكد أن هيبقى في خطاب من إدارة ترامب للحكومة المصرية حول وضع الإخوان بعد وفاة الدكتور محمد مرسي. بالنسبة للجنازة، دي قضية أمنية يعني حصلت، فلنفرض مثلا ان في 2 مليون واحد هيسيروا في جنازه الدكتور محمد مرسي. الحكومه هتعمل كوردون، هتعمل مراقبه وهتراقب الشوارع، هيبقى مثلا بعد الصلاه في احدى المساجد هيتوجه المشيعين الى المقابر سواء في مصر او في محافظه الشرقيه.
وبالتحديد يعني مدينة الزقازيق عاصمة المحافظة، فهتبقى مراقبة، فمش هتبقى فيه اهتفات. خليهم يقيسوا الرأي العام ومدى شعبية الإخوان من تلك الجنازة. في قصة حكاها أحد الممثلين المصريين، اللي هو كان بيعمل في إدارة حكومية، وبعدين أحد زملائه اختفى فترة، فبعد اختفائه جه وكان يعني بيعاني من ضرب بدني، فليه؟ علشان حضر جنازة النحاس باشا. فالأمور هتبقى يعني أسهل شوية، الحكومة مش هتسمح بإعاقة تشييع الجناز، لا هتسمح بيه وهتراقب الموقف، لأن هيبقى في انتقاد أكتر لو منعوا الجنازة، وقوات الأمن أنا متأكد أنهم هيسيطروا على المشهد في تلك اللحظات الصعبة. أما عن سياسة الدكتور محمد مرسي الخارجية فده يعني موضوع طويل خالص، لأن هو تعامل مع تركيا، مع جماعة حماس، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع عدة دول، فأعتقد إن هو في الحقيقة ما قدرش يغير من مواقف كتيرة. يعني هنا في أمريكا اهتموا أولا، وحتى صحيفة الواشنطن بوست أكدت إن هو التزم بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وإنه أيضا استطاع في لحظة ما يعني إبرام نوع من المصالحة أو هدنة أو وقف إطلاق النار مع حركة حماس ومع الحكومة الإسرائيلية. فأعتقد إن مجال السياسة الخارجية كان صعب على الإخوان، لأن مثلا ما غيرش موقف بوتين من جماعة الإخوان المسلمين، كان في حدود على تعاونه مع إيران، كان في أيضا يعني مش ما كانش في احتضان من قبل تركيا لجماعة الإخوان، لأن في تلك اللحظة الموقف الداخلي في تركيا كان بيرغم أردوغان على اتخاذ مواقف تبعده إلى حد ما عن الإخوان. فده يعني هيحتاج مناقشة طويلة، لكن يعني مبدئيا لم يغير ثوابت كثيرة استمرت في عهد مبارك، لأن طبعا أيضا الفترة كانت وجيزة، ولأن القضايا اللي هو تعامل معها لم تسنح له الفرصة بأنه يغيرها، ولأن كانت أمريكا هتعارض لو هو فعلا كان غير السلام ما بين مصر وإسرائيل، أمريكا علنا كانت هتعارض. لكن في مكان أيضا دكتور نبيل مخائيل وجهت العديد من الانتقادات لكيف أدار الملف السياسة الخارجية، خصوصا بأنه البعض قال بأنه رهن يعني العديد من المواقف لاصطفاف سياسي في الإقليم، وربما من المفارقة أنه يتم اليوم يعني في محاكمة أو إعادة محاكمته في قضية التخابر. ما رأيك بهذه النقطة لو سمحت دكتور ميخائيل، أنقلها للسيد الهلباوي، إذا أردنا أن نقيم المواقف، وهذا ما كنت أسأله دكتور نبيل ميخائيل، التي خرجت حتى الآن مباشرة بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق المصري محمد مرسي، تلك المواقف بالنظر إلى كيف أدار ملف يعني السياسة الخارجية المصرية، وكيف بنى شبكة العلاقات المصرية في ولاية عهد. يعني الدكتور ميخائيل اتكلم عن إدارة العلاقات الخارجية بشكل عام لأن الوقت فعلا لا يسمح، والمدة اللي قعدتها الدكتور مرسي أيضا لم تكن كافية، لأنه لم يستجب للأسف الشديد لمطالب الشعب آنذاك، إما أنه يغير رئيس الوزراء أو يعمل انتخابات رئاسية مبكرة، ومن الصعب الحكم على مدى النجاح في تلك الفترة. كانت له اتصالاته بالجمهورية الإسلامية، بتركيا، بالسعودية، بغيرها من الدول، وكان الشعب المصري يتمنى له النجاح في الملفات الجديدة حتى يخرج من الفساد اللي كان فيه مبارك 30 سنة. طيب، ولا قاطعتك، سامحني سيد الهلباوي، يعني في موضوع إسرائيل، العلاقة مع إسرائيل أو البقاء حتى على الاتفاق، يعني كيف ترى الانتقادات حول هذا الأمر؟ هذا موضوع معقد جدا، وأنا أتمنى أن العالم العربي يكون له موقف زي موقف الجمهورية الإسلامية أو المقاومة، ومرسي كان يدعم المقاومة ولذلك بيحاكم الآن بتهم التجسس، أي تجسس، ورجال حماس موجودين في القاهرة وموجودين في الدول الأخرى وما إلى ذلك. هذه قضية كبيرة وتحتاج حديث بعيدا عن أيام الوفاة والحزن اللي بيعيشه الشعب المصري أو الأمة الإسلامية الآن بسبب وفاة الدكتور مرسي. قضية كبيرة، قضية إسرائيل. إنما أنا شخصيا كنت أتمنى أن يكون له موقف زي موقف الخميني وزي الجمهورية الإسلامية من ألف إلى الياء في هذا الموقف،
ولكن الموقف حساس. وأنا أحب أعلق فقط على كلام الدكتور ميخائيل بالنسبة لترامب. أنا لا أثق في ترامب ولا يجب أن نثق فيه، إنما كيف نتعامل معه وهو بلوى من البلاوي اللي ابتلانا بها الزمن بهذه الأيام، لأن مواقفه مع السعودية ومع ابن زايد ومع غيرها تؤكد هذا الأمر، وموقفه من صفقة البحرين المستقبلية والندوة اللي تزعم الازدهار بعد الاقتصاد في البحرين، هذا كلام مشكوك فيه. فترامب وكوشنر والصقور الموجودين سواء في الكونجرس أو في السي اي اي أو في البنتاغون أو الوايت هاوس البيت الأبيض، هؤلاء كارثة على البشرية كلها. وما يمارسونه مع الجمهورية الإسلامية أو في منطقة الخليج واضح جدا ابتزاز وبلطجة. أنا بقول للدكتور ميخائيل يعني سيد الهلباوي لا تعولون على موقف الأمريكي أن يكون ربما منصفا بالطريقة التي تريدها، لكن في نقطة إسرائيل اسمح لي يعني أن أستشير سيد سودان لو سمحت عذرا. سيد سودان بموضوع يعني أريد منك تعليقا على ما طرح بموضوع الموقف من إسرائيل واتفاقية كامب ديفيد، خصوصا عندما يعني الرئيس المصري الراحل أنور السادات عندما يعني وقع الاتفاقية كان محل انتقاد وهجوم بالنسبة للإخوان المسلمين. قضية فلسطينية بالنسبة للإخوان المسلمين قضية محورية. قبول مسألة التطبيع والسلام مع إسرائيل هذا مرفوض تماما. إسرائيل دولة أو عصابة بالأصح احتلت أرض عربية فلسطينية أرض إسلامية، ويجب الخروج من هذه الأراضي والرحيل منها. هذا هو خلاصة القول بالنسبة للإخوان المسلمين. أنا أسأل عن ولاية محمد مرسي عذرا عندما كان رئيسا لماذا لم ينتقد لم يتعامل مع الصهاينة بأي شكل من الأشكال، وبالتالي كان يحترم المعاهدة فقط لا غير. لم يقيد إخواننا في غزة كما يفعل عبد الفتاح السيسي الآن، أطلق لهم الحرية وأطلق المعابر تعمل بحرية وخروج الناس ودخولها إلى مصر رحب بهم. إخواننا الفلسطينيين لهم علينا حقوق وعلينا واجبات تجاههم، فكانت محترمة. أعتقد أن الفلسطينيين أو بالذات أهل غزة عاشوا هذا العام. لكن سيد سوداد يؤخذ على الرئيس محمد مرسي الراحل الآن بأنه أرسل برقية معايدة فيما تعتبره إسرائيل عيد الاستقلال. لا هذا بروتوكول، والذي أرسله هو وزير الخارجية هذا بروتوكول. يعني خلينا نقول أنه يؤخذ عليه. طب ما قول حضرتك في أن يهود براك يعني بمجرد ما استولى عبد الفتاح السيسي على الحكم بالانقلاب العسكري الفاشي في 3 تموز يوليو 2013 خرج إلى العالم كله يدعم السيسي وقال أن عبد الفتاح السيسي هو بطل قومي لليهود بهذا النص. لكن لم يقدم أساسا محمد مرسي خلافا لذلك، سواء يعني بالنتيجة. نعم. النتيجة كانت النتيجة نفسها في محمد مرسي وما تتهمون به الرئيس الحالي. النتيجة نفسها فارق التصريحات، ما الذي يعني يغير بالواقع؟ شوفي حضرتك، هو خطاب بروتوكول. لم يخرج إيهود باراك ولا نتنياهو يعني وقال ان محمد مرسي هو بطل من ابطال اليهود، لم يقل ذلك. لم يقل ان حسني مبارك كنز استراتيجي لليهود والصهاينه. لم يحدث ذلك، بل بالعكس قالوا نحن ندعم الانقلاب ضد محمد مرسي. هذا الكلام معلن بالفعل. طيب محمد مرسي لم يتواصل مع الصهاينه. دكتور محمد مرسي اوقف الحرب على غزه في 2012، الكل يعلم. وكذلك ساهمت مصر بعد ذلك في العدوانات أيضا. موقف مصر يعني إلى الآن لم يتغير. دكتور ميخائيل ما تعليقك على ذلك بثلاثين ثانية لو سمحت لطفا؟ بالنسبة لملف السياسة الخارجية أنا لست من أصحاب نظرية المؤامرة، لكن ربما كان هناك اتفاق مبدئي ما بين الرئيس محمد مرسي عندما تولى الحكم في منتصف عام 2012 والمجلس العسكري على ألا يعني يلغي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، لأن ده هيأثر أيضا على علاقات مصر مع أمريكا. نعم. ربما تكون هناك شهادات توضح هذا، لأن أنا شخصيا لست طرف في هذا إما أكاديميا أو سياسيا. لكن أعتقد أن يعني موضوع السلام مع إسرائيل تم الحفاظ عليه أثناء رئاسة محمد مرسي،
وربما تكون هناك مناقشات أخرى لتوضيح مواقف الأطراف المختلفة فيما تعلق بهذا الأمر لاحقا. دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، كنت معنا من العاصمة الأمريكية، شكرا جزيلا لك. سيد كمال الهلباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، كنت معنا عبر الإنترنت من لندن، شكرا جزيلا لك. سيد محمد سودان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من لندن أيضا، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام المسائية، نذكركم بعناوينها. جماعة الإخوان المسلمين تعتبر وفاة مرسي جريمة مكتملة الأركان وتطالب بتحقيق دولي. مرسي توفي بعدما سقط مغشيا عليه في قفص الاتهام في المحكمة. الإخوان اعتبروا مرسي الرئيس الشرعي للبلاد، فماذا بعد وفاته وما هي انعكاساتها في مصر؟ دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.